أنهت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن عملياتها العسكرية في ريف منبج الشمالي، فيما تابعت معاركها في الريف الجنوبي محققة تقدما على مسلح تنظيم داعش. أكد الجيش السوري أن غاراته الجوية في الحسكة جاءت ردا على محاولة القوات الكردية السيطرة على المدينة. وأوضح الجيش في بيان أن قوات الأسايش طوقت المدينة وقصفتها بالمدفعية والدبابات واستهدفت مواقعه، وأضاف أيضا أن القوات الكردية صعدت في الآونة الأخيرة من أعمالها الاستفزازية في الحسكة. من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية إرسال مقاتلات لحماية قواتها في الحسكة بعد غارات للطيران السوري على مواقع لوحدات الحماية الكردية. يأتي هذا في وقت سيطرت فيه قوات سوريا الديمقراطية على مناطق جديدة في المحور الشمالي والجنوبي لمدينة منبج في ريف حلب الشمالي الشرقي، وذلك بعد اشتباكات مع مسلح تنظيم داعش أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى بصفوف المسلحين. سياسيا، وخلال لقائه وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية، أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن السوريين مصممون على المضي في الدفاع عن وطنهم ووحدة بلدهم بالرغم من كل الضغوط والمعاناة على صعيد الأمن والاقتصاد والحياة اليومية. من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أن الرئيس السوري أحد الفاعلين في النزاع في سوريا ويمكن محاورته من أجل المرحلة الانتقالية، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لن يكون له دور في القيادة الانتقالية وفي مستقبل البلاد. وأوضح يلدريم أن أنقرة ستطلع بدور أكثر فاعلية في التعامل مع الصراع في سوريا في الأشهر الستة المقبلة حتى لا تنقسم البلاد على أسس عرقية، في إشارة إلى توسيع نفوذ القوات الكردية بالمناطق القريبة من تركيا.